مرحبا، تحياتي للجميع. العالم اللي بيكون جاي هجرة على كندا قبل ما تجوا حاولوا تعالجوا اذا في شيء، هيدي مثل تجميل، واحد طلع له حبة من هون يشيلها، لانه هون اذا بتجوا بكون تتعالجوا على حساب الحكومة وهيك بالهم طويل، يعني بيعملوا لك شلل بمخك على بالهم الطويل. يعني انا مثلا بدي اعمل عملية، صلي من السنة الماضية بعدني ناطر لهلأ، وهلأ بعدني طالع. والله هذا المركز، هيا هلأ بعدني طالع منه هذا المركز، ولا شو بقول لي؟ بعدني زتني لسبتمبر كمان ليرجع يشوفني الحكيم. يعني شيء ولا أزبل من هيك. يعني أنا بقى بتطلع أنه أنا ما اختلفنا، كندا منيحة وكل شيء، بس يعني هالأسلوب أنا ما حبيته، حسه أحقر من الحقير. انتظار في نوع، بحسه نوع من ال صحيح انت ما حتدفع مصاري، بس بنفس الوقت كمان الفترات اللي بحطوك اياها من 6 اشهر ل 8 اشهر ولا سنه ولا ما بعرف قد ايه، في عالم بتجم منها مش قليل. يعني اللي عم بصير هذا، والله العظيم انا هلا طالع مصدوم. يعني هديك المره كنت عنده من كم شهر، واليوم جيت انا قلت خلص هلا باخذ موعد للعمليه تاعيتي وبخلص برتاح، ولا شو بقول لي؟ بترجع بتيجي على سبتمبر ليرجع يشوفه من اول وجديد. يعني شيء، يعني اقسم بالله مش عارف شو بدي لكم، انا مصدوم منه هلا. هذا يعني صحيح مش حندفع مصاري، بس بنفس الوقت ما تمللونا. يعني شو حنفوت بالسنه الثانيه وانا ناطر؟ كل شيء واحد بيعمل له حساب بكندا، اذا بدك تجي وتفكر الحياه ماشي طياره، هذا الحكي مش صحيح. مش ما بتمشي طياره، بطيئه جدا. يعني الله اكبر. وهيدي بقول لك انه ليه عم تأجلي زتيني بعد شهر لقدام كمان فرد مره؟ ما عجبك كلامي؟ انا مصدوم هلا، عم ببتسم بس مصدوم منهم لسبتمبر. لا كمان اي حطت لي اي ساعه، اي ساعه حطت لي؟ لا هالمره كمان عطيتني الوقت منيح، 12 وربع سبتمبر 25 الشهر. شو هال والله المواعيد هون، انتبهوا منها. يعني حاولوا اللي بده يتعالج اللي معه مصاري، اما اللي ما معه مصاري لا تعال هون وتعطر عادي، ما بيأثر كعلاج. حتتعالج انت، ما اختلفنا انه هون حتتعالج ببلاش، بس في وقت، في وقت خير الله. بدك تنطر، بدك تتحمل، بدك تكون من صبر ايوب. صبر ايوب. بلد حلوة، والله بلد حلوة، مش ضدها، بس انه في عندهم شغلات. انا واحد من الناس ماني صبور، انا بكره كلمة الصبر اساسا، بكرهها، ما بحبها، ما بحبها، ما بحبها، ما بحبها، والله ما بحبها لهالصبر، بحبهاش ابدا لهالكلمة. هلا زتتني لسبتمبر، هلا هي قالتها كلمة، بس انا بالنسبة لي، طب انا ما انا بالاساس عم فكر من كم شهر لهلا ومن السنة الماضية لهلا، وانا عم فكر انه اخلص من العملية اللي بدي اسويها. والله العظيم يعني هي شغلة ما حلوة. انا عم بحكي هلا عم فش خلق، يعني اذا بدكم هيك اعتبروها. بتمنى اللي معه مصاري وعم بده يتعالج يتعالج قبل ما يجي لهون، الا بحال اللي ذو احتياجات خاصه هون، اذا بتجي بتلاقي كل الرعايات وكل شيء بدك اياه تتعالج. وهيدا هيدي يعني هاي الانسانيه، عنده الانسانيه، ما فينا نقول لا. ببلادنا ما في انسانيه، بتلاقي الواحد اذا تعبان شوي خلص فرط، بس هون انا تعبان من الانتظار طبعا المقرف هيدا. قلت له هون للحكيم بس يطلع قطر ونضحى، فيش خلق فيه العمى شو هيدا لسبتمبر كمان بعد بدي استنى. لا وبعد سبتمبر يمكن كمان يحطوني يمكن كمان 6 اشهر زياده، والله اعلم. مثلا امي انا بس اخذها عند الحكيم الاخصائي لها 6 اشهر نروح، وبس نروح كمان هداك الندل بنطرها لامي 3 ساعات لنفوت الدقيقتين اللي عنده ليكتب لها على الدواء. هذا السبيشاليست، والله كثير هداك زنخ، واسمه رنا، دكتور وزلمه واسمه رنا. اف والله يا جماعه اللي عم يسمعني، بتمنى اذا بدك تتعالج يعني معك مصاري وطلعت لك كل شيء بيقلوا علاقه بالتجميل او له علاقه، هني في شغلات بيعتبروها تجميل هون، حاول اعملها خصوصا الاسنان، لانه هون في ناس يا مدرسه بيجعها ما قادرين يروحوا يعملوا لانه غالي مكلف. طبعا انا ما عم ببخس بالبلد، انا عم اقول كنظام هيدا بطيء، كثير بطيء. يعني السلح فيه سريعه اكثر،
والله العظيم انا مصدوم منه هلا. ايده والحكيم اليوم انا قلت خلص هيحدد لي موعد للعملية وبخلص لسبتمبر، بدي استنى لسبتمبر كرمال. شو بدي اعمل؟ يلا هاي انا في الشات خلق، يعطيكم العافية. وانا في فتحي اذا عم تسمعني هلا، انا ماني ناسي كرمال الضرايب، بس بعدني عم جمع لك معلومات لعرف لك التفاصيل. سلام عليكم.